كيف أستخدم الأضواء في الشاحنة؟ كيفية تفعيل الأضواء في الشاحنة؟ متى نستخدم ضوء التوقف؟ كيف أفعل ضوء الرجوع إلى الخلف؟ كل هذا ولكن بعد هنيهة صغيرة. السلام عليكم، معكم أبو خليل. كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان. أسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأن ينقي سرائرنا وأن يبلغنا جمال لحظات رمضان ونحن في أحسن حال. فيديو اليوم على طلب صديق الصفحة إدريس أشرف. يقول إدريس: بارك الله فيك، أنا مشترك جديد في القناة من المغرب، شكرا لك على الفيديو. هل من الممكن أن تشرح لنا كيف تغير الأضواء؟ كيف تغير الأضواء الشاحنة وشكرا. منتهية وربي. اليوم سوف أقوم بتصوير شاحنة حديثة مواليد 2021 موديل سكانيا. طبعا آلية تشغيل الأضواء تقريبا نفسها في الفولفو والمرسيدس، مع اختلاف بسيط في بعض التفاصيل، وإن شاء الله مستقبلا إن أحببتم نستطيع أن نعمل فيديوهات أخرى عن ذلك، وتلك التفاصيل نستطيع التحدث عنها مستقبلا. ولكن بشكل عام جميع الشاحنات لها نفس المبدأ في آلية تشغيل الأضواء. والآن اجلسوا في أماكنكم واربطوا الأحزمة واستعدوا للرحيل. It's showtime. هذا هو المفتاح المسؤول عن تشغيل الأضواء في الشاحنة. إذا كان المؤشر على الرقم 0 فهذا يعني أن جميع الأضواء في الشاحنة مطفأة. الآن سوف نبدأ بالأضواء الأمامية. يتم تشغيل الضوء المنخفض أو العادي عن طريق لف هذا المفتاح إلى هذا الرمز. يتم تشغيل الضوء العالي عن طريق سحب هذا الذراع الموجود أسفل المقود إلى الأعلى، ويتم الإشارة تظهر على التابلو أيضا، ونقوم بإطفائه بنفس العملية. أخوتي، لتفعيل ضوء التوقف نقوم ببرمج ساعد هذا إلى الرمز هذا، ويستخدم عادة ضوء التوقف عند الوقوف على جوانب الطرق. لتشغيل الضوء الضباب الأمامي نقوم بالضغط على هذا الزر، ولتشغيل ضوء الضباب الخلفي نقوم بالضغط على هذا الزر. لتشغيل الغماز اليساري نقوم بسحب الذراع إلى الأسفل، ولتشغيل الغماز اليميني نقوم برفعه إلى الأعلى. والآن الأضواء الخلفية. ضوء التوقف تعرفنا كيف يعمل في الطرف الأمامي وأين مكانه، والآن في الخلف يكون هنا مكانه، سوف نقوم بتشغيله أو تفعيله. هذا هو ضوء التوقف في الخلف. تعرفنا كيف يعمل أيضا ضوء الضباب الخلفي، سوف أقوم بتفعيله. ضوء الرجوع للخلف ويعمل عن طريق وضع الغيار على الحرف R، نقوم بضغطه قليلا ومن بعده عملية البرم. طبعا فائدة هذا الضوء توضيح الرؤية عند الرجوع إلى الخلف في الليل. ضوء الفرامل ويعمل عن طريق الدعس على دواسة الفرامل. والآن الأضواء في المقطورة. ضوء الفرامل نفس الشيء، بالدعس على الفرامل. ضوء الرجوع للخلف نفس الأمر، عندما نقوم بتفعيله يعمل معنا هذا الضوء. الغماز هذا للطرف اليميني، أنا أقوم بتصوير الطرف اليميني. ويوجد أيضا عواكس مثلثة. طبعا هذه كانت لمحة بسيطة عن الأضواء في الشاحنة وآلية تفعيلها. هل كان الفيديو مفيدا؟ وما هي الأجزاء التي لم أقم بشرحها بشكل كافي وتريدني أن أوضحها أكثر؟ في الفيديو القادم سوف نقوم بالرجوع بالقاطرة والمقطورة في منطقة جديدة. أخيرا أخوتي، لا أريد أن أقول أننا محاربون، ولكن مع الأسف هناك مجموعة
من الأشخاص يقومون بتكسير وتحطيم وتهشيم القواعد الخاصة بنا كقائدين للشاحنات أو المركبات بشكل عام. والآن أترككم مع الفنان أيمن رضا لتروا ما هو رأيه في القيادة. شوف حبيبي، قبل ما تفتح وشي سكر كنطاك. أول درس بالسواقة تعرف شو هو؟ طبعاً السواقة فن وذوق ومهارة. لك حبيبي يا أبو الأولى، هذا كلام جرائي، كلام جرائي. السواقة شو بدك تعتبر حالك إنه أنت أفهم واحد بكل هالشارع، والبقايا كله حمير، الحاج، دواب، كلاب، معازي بتاكل أكياس نايلو، كله ماله شايف قدامه ماشي ومسافر. طبعا استاذ ايمن رضا، نحن نحتفظ بحق الرد. والان دمتم برعايه الله ومع الف سلامه، والى اللقاء. DJ بلال.